السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل رمز الجرس قبل مشاهدة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عدد جديد من أسامع عمولات لصبيحة اليوم السبت 13 أبريل 2024. أسهل العمولات تتبدل ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية وأيضا من ولاية إلى أخرى. إذا سعر شراء الدولار الأمريكي، 100 دولار أمريكي رمي يشرو فيه 2 ملايين، أما سعر البيع تاعو 2 ملايين و20. الأورو رمي يشرو فيه 2 ملايين و400، أما سعر البيع تاعو 2 ملايين و420. إذا كما قلنا أسعار العمولات تتغير ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية وأيضا من ولاية إلى أخرى. وليعرف سعر الأورو والدولار في ولايته يكتب لنا في التعليقات حتى يستفيد الجميع. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل رمز الجرس حتى يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في مواعيد لاحقة.